الاسبوع الماضي عندنا مباراه جديده، عندنا بطوله جديده، في تحدي اخر. ما ننساش ان المباراه السابقه انتهت بالتعادل الايجابي 2-2، فبالتالي الاهلي محتاج ان هو يفوز على الوصل الاماراتي، وان شاء الله باذن الله الفريق هيسافر يوم الثلاثاء، والمباراه ان شاء الله يوم الخميس القادم عصرا ان شاء الله بتوقيت القاهره. لكن المنتخب الوطني خلاص بعد الفوز بالامس على المنتخب التونسي بثلاث اهداف مقابل هدفين في حاله جيده داخل المنتخب الوطني، واصبحت جماهير كره القدم المصريه بترى المنتخب بيسير بشكل جيد، لانها كانت مباراه قويه جدا مع منتخب قوي هو المنتخب التونسي. طيب للمزيد من التفاصيل انا بينضم لي دلوقتي احد لاعبي منتخبنا الوطني وليه دور كبير جدا مع المنتخب الوطني في الفتره الاخيره، وبدا الاعتماد عليه حتى في بعض المراكز داخل صفوف المنتخب. صحيح لم يكن متواجدا بشكل اساسي في مباراه تونس، لكن خلال الفتره القادمه سنرى علي غزال ضمن اهم اللاعبين في صفوف منتخبنا الوطني. علي، اولا برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. اهلا بك يا محمد، واهلا بكل المشاهدين. اولا الفتره الحاليه بصراحه شايفين علي غزال بشكل مختلف، يمكن الفتره الاخيره او المباريات السابقه في فتره ما يعني الحظ ما كانش بيحالفك بشكل جيد، لكن انت من اللاعبين اللي امكانياتهم الفنيه والبدنيه مميزه جدا في العديد من المراكز. عايز اكلمك عن مشاركتك مع المنتخب الفتره الاخيره رغم عدم وجودك في مباراه تونس بشكل اساسي، لكن كيف ترى التوقيت الحالي بالنسبه لعلي غزال بشكل شخصي والمنتخب الوطني بشكل عام بعد الفوز على تونس بالامس؟ الحمد لله، يعني الفتره دي بجيب اكون موجود في المكان اللي انا ابغى افضله الحمد لله، فبيبقى في افضليه شويه. المنتخب الحمد لله من ساعه ما جه مستر اجيري والراجل شغال بشكل كويس مع كل الناس اللي بتنضم، بيتعامل بشكل كويس، مريح الناس كلها. وهو زي ما انت شفت يعني اول ماتشات اللي ابتديناها لحد الماتش بتاع امبارح بتاع تونس، الحمد لله في شكل، في اكيد مش 100%، بس ان شاء الله الفتره الجايه كل حاجه تبقى. شفنا امبارح حاله داخل المنتخب بيسعى للفوز يمكن لاهداف كثيره وعوامل كثيره، اهمها ايه يا علي بعد المكسب الامس؟ اهمها ان الراجل من ساعه ما جه وهو شايف الامكانيات بتاعت الفرقه اللعيبه دي تقدر تعمل حاجه كويسه، فكل ماتش بننزله بيدينا دفع كويس قبل الماتش في المحاضره، بيدي كل الناس احساس ان احنا لازم نكسب، خصوصا الماتشات اللي ملعبنا باختلاف احنا اللاعب مش فارق مين الاسم، بيدي انطباع لكل الناس ان احنا اي فرقه لازم تيجي هنا لازم تعمل ماتش كويس، لازم حتى لو ما كسبناش بس لازم يكون في روح، لازم يكون في اداء. فبتنعكس كل ده الحمد لله، الناس كلها بتنعكس عليها في معظم الماتشات اللي لعبناها، ان بتحس في روح، في عاوزين نكسب، عاوزين نجيب جول ثاني وثالث، فالموضوع افضل يعني الحمد لله. إشادة أجيري بالأمس بكل اللاعبين، ويمكن حتى البعض في بعض الاستفسارات حب يوضح أن هدف صلاح كان مؤثر وأنهى المباراة لصالح المنتخب، لكن حرص المدير الفني المكسيكي على أن الفريق فريق جماعي وإشادته حتى بصلاح أو بتريزيجيه أو بعلي غزال تحديدا رغم أن أنت امبارح ما لعبتش المباراة، ده أثره الإيجابي عليكم إيه؟ وأنت شايف المسألة دي كمان إزاي داخل الفريق وداخل منتخبنا الوطني علي؟ مهمة طبعا، مهمة لما كل بيبقى معاك مجموعة كبيرة وكل واحد بياخد أهميته، وإن هو بيدي كل واحد أهميته في المنتخب، أكيد أنت بتبقى جاي عاوز تعمل حاجة، حتى لو ما لعبتش أنت عاوز اللي موجود يقدم بشكل كويس، لأن أنت أوريدي حاسس بأهميتك في المنتخب في المكان اللي أنت فيه، حتى لو مش منتخب، حتى لو في نادي. لو أنت بتيجي مثلا كل مرة بتتكلم على لعيب أو اثنين أو ثلاثة بشكل خاص، بتحس يعني حتى لو الناس كلها عارفه، حتى لو اللعيبه نفسها عارفه ان الناس دي هم افضل ناس، بس برضه بيبقى في احساس برضه ان هم ايه يعني شادو، ان هم في الظل يعني. فالناس طبعا كلنا عارفين اهميه محمد صلاح، واكيد جونه مؤثر يعني، لو ما كانش جاب الجون ده في الدقيقه ما كانش كسبنا اكيد، بس هو حب برضه ان هو يدي الناس اهميه ان لهم دور، فدي حاجه كويسه لكل الناس. طيب ان شاء الله التاهل لكاس الامم في الكاميرون، شايف المرحله القادمه والمنافسه، واكيد في مباريات وديه او اجنده رسميه خلال الفتره القادمه مع الدفع ايضا كمان بعدد من اللاعبين، يعني علي غزال بيعود للمنتخب بعد فتره طويله، مشاركه محمد محمود بالامس، صلاح محسن بيشارك في الجزء الاخير من المباراه، كل دي عوامل اكيد الفتره القادمه خلاص في تشكيله وفي مجموعه ان شاء الله هتكون متجانسه في الفتره الجايه. اكيد دي افضل حاجه، يعني انا شايف افضل حاجه في ناس زي صلاح وزي محمد هاني كان مصاب، كان موجود معانا في الماتش برضه كان مصاب، ومحمد محمود، الناس دي لعيبه صغيره وما شاء الله عندهم امكانيات ان هم يكونوا اضافه فيما بعد يعني.
ف حاجه كويسه ان هم لما بيلعبوا ما شاء الله كلهم بيأدوا بشكل كويس، فدي حاجه كويسه. فاكيد الفتره الجايه احنا تأهلنا. احنا كان هدفنا برضه زي ما انت عارف، هو الراجل كل حاجه كانت، احنا كل حاجه واخدينها جد، عاوزين نبقى اول مجموعه. فعشان كده في اهتمام على طول الماتشات، حتى لو شوف الماتش اللي فات معظم التشكيل هو اللي كان موجود الماتشات اللي قبل كده. فهنكمل حتى ماتش النايجر، اكيد هنروح عشان نكسب ان شاء الله. فاي حد هيلعب اكيد هيكون في دور يعني باذن الله. اكيد لو يكون في ماتشات وديه فهيضم ناس او الناس اللي موجوده اللي ما خدتش فرصه تلعب الفتره الجايه. فان شاء الله يعني يكون لحد بطوله الامم يكون اخذ اكبر عدد من اللعيبه اللي هو شافها ان شاء الله لحد القائمه النهائيه باذن الله. طيب هنشوفك في قناه الاهلي قريب باذن الله. انت خلاص في راحه سلبيه في التوقيت الحالي. بالظبط ان شاء الله بما تدرك. تنور الاهلي قريب باذن الله ومن خلال قناه الاهلي ان شاء الله يا علي باذن الله. ان شاء الله ربنا يخليك. فتره الراحه السلبيه هتعمل فيها ايه؟ انا بتمرن، عندي بروجرام بتاعي مع النادي بشتغل عليه لحد ما ارجع تاني ان شاء الله. اذا كنت راجع تاني فنشوف الفتره الجايه ان شاء الله. انت بترقصنا على هوا. لا حد هذا لا رئيس ولا حاجه. طيب كل التوفيق ليك يا علي، وان شاء الله القادم بالنسبه لك على المستوى الشخصي وبالنسبه لمنتخبنا الوطني يكون افضل باذن الله. ربنا يخليك، شكرا وسعدت بكلمه حضرتك. اكيد يا علي احنا سعداء بهذه المداخله، وكل التوفيق يا رب لمنتخبنا الوطني ولاعبي منتخبنا الوطني سواء المحترفين او حتى الموجودين في الدوري المحلي. المنتخب خلال الفتره القادمه بالتاكيد يعني الكل سعيد بالحاله اللي فيها منتخبنا الوطني، حاله الدفع بعدد من اللاعبين الصاعدين، تغيير الجلد وتصعيد عدد من اللاعبين خلال الفتره القادمه. لكن بالطبع باذن الله مباراه النيجر على فكره يا جماعه مباراه مهمه جدا، الفوز والانتصار مهم. اي نعم او صحيح حتى هذه اللحظه المنتخب التونسي متصدر بفارق المواجهات المباشره، لكن كل شيء وارد في كره القدم ممكن